سمعون؟ ايه قاعد ياكل علاوي شنو؟ ايه شنة ترجي قروطة يابا ياكل صدق هذا شبيكم؟ اسمع لا اسمع الصوت؟ سمعت اسمع شنو يقرط بي؟ لا حد يتقرب يا وليد اجاي بلعه وخر شنو ما يرضى بكيفه؟ وخر طقيته وطن طقيته ارجع في علاوة عافية بطل والله بطل اليوم جايب لكم كنز حقيقي راح تشوفونه لأول مرة راح تقولون علاوة هذا منين جبته شوفوا الله 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 اوف 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 هذا الدرع من ذهب هذا اللي قناته تدخل 1,000,000 مشترك يطونه مثل هذا الدرع راح تقولون علاوة قناتك بعد ما داخله 1,000,000 مشترك منين جبت هذا طبعا شباب هذا الدرع مال قناتي اللي طارت هواي منكم يتابعني ويعرف قناتي اللي طارت قبل سنة كان بيها 1,000,000 مشترك انشر بيها العاب وطارت وسويت بيها سويت وحدة جديدة اللي هاي جاي انشر بيها طبت 800,000 باقي شيء قليل وتوصل 1,000,000 مشترك وهذا الدرع مال قناتي القديمة اللي كان بيها 1,000,000 مشترك هذا الدرع لو يطوني بيه 1,000,000,000 ما بيعه 2,000,000,000 ما بيعه 10,000,000,000,000 ما بيعه 100,000,000,000,000 ما بيعه تدرون ليش؟ لأن هذا أقوى من الكنز اللي جاي أدور عليه هذا لازم توصل 1,000,000 متابع بقناتك يلا شركة اليوتيوب تعطيك مثل هذا فأنا ليش طلعته لكم حتى أراويكم إياه قبل سنة دخلت قناتي 1,000,000 مشترك القديمة اللي حذفها اليوتيوب وطونا هذا الدرع وبهاي قناة أريد أدخل 1,000,000 مشترك ويطون واحد ثاني وذن الدروع الثلاثة مع القنوات الثلاثة هم طارن يعني عندي 4 قنوات طائرات واحدة بيها 1,000,000 مشترك وثلاثة بيهن 100,000 مشترك طارن كلهن سوا هذا ما عنده حظه يربط طارن بعدين اسولف لكم القصة شلون طارت قناتي اللي كان بيها 1,000,000 مشترك اكو هواي متابعين من 2016-2014 يتابعوني ويعرفون ليش طارت وليش شنو السبب هذا الدرع الثنيان اذن يشوفوهن هذا 100,000 هم كانت عند قناة بيها 100,000 طارت وهذا هم اذن الثنيان هم كانت عند قنوات بيها 100,000 وطارت هذا يا ولد الدرع حتى اجيبه لكم هذا هذا يا ولد هذا شوفوه هذا ابو 100,000 مشترك هذا اقرأ اسمه شو مسميه اني مسميه متابعين علاوي وهذا مسميه باسمي الثنائي على حسن يعني تخيلوا يا ولد تخيلوا العالم تجيب اطفال تتزوج وتجيب اطفال انا اسوي قنوات واجيب دروعه السلام عليكم شلونكم شباب شو اخباركم اتمنى بخير رجعتكم في جديد اتمنى يعجبكم وياكم القناة علاوة اوكي يا ولد اليوم الحلقة 98 يعني باقي 3 حلقات ونوصل للمئة حلقة ان شاء الله ما بقى شيء وندوق ونلقى الكنز اليوم يا ولد مثل ما تعرفون واحد من اصدقائي طبي الجني ونحاول نطلع الجني منه حتى يرجع ويانا فاضطريت انا اصوبه بطلقة حتى نحاول نطلع الجني فما اريد اقول لكم بالاحداث شنو صارت اريدكم انتم تشوفون الفيديو وانتم تشوفونه وتعطون رايكم هل هذا الشيء اللي سويته غلط او صح تدون ليش سويت هيك صوب الصاحب طلقه لان مليت منه يا اخي والله مليت من عنده الجن ما جاي يطلع من يمه فاتمنى منكم شباب كل شخص يشوف الفيديو يشترك بالقناة اتمنى منكم تشتركون بالقناة وان شاء الله ندخل 1,000,000 وان شاء الله اسوي قناة ثالثة وادخل 1,000,000 وابدي بيها من جديد ويعني راح ملك اليوتيوب العراقي بالمستقبل ان شاء الله اوكي يا ولد طبعا هواي منكم يكتبون حملة توصيل للقروة علاوي شباب الحملة هاي هذا اللي كتابت طلعت لكم هنا حملة توصيل للقروة علاوي 1,000,000 مشترك شاركوها بكل مكان بكل تعليق بكل فيديو بالانستغرام دزوها لجماعتكم نسخوا الرابط دزوا جماعتكم ما تدوا الفيديو وين ما كان حطوا لايك اشتركوا بالقناة راح ندخل 1,000,000 باقرب وقت يعني اطلب منكم فزعة ما جاي يسوونها ليش ما ادري بس تباعون
حتى لايك ما تحطون. اوكي يا ولد ما اريد اطول عليكم المقدمه، خليكم ويا الفيديو ومشاهده ممتعه. هسه شو نسوي؟ نروح نشوف محسن هو وجابر. نحاول نرد جابر ويانا، لان جابر محسن طبب وي شنو جن يهودي ما ادري هندي ما ادري شنو. فاحنا شو نسوي هسه؟ نجيب جابر شلون ما كان، حتى لو انا عندي حل بس على موده هو. الحل شنو هو؟ اطقه طلقه برجله راح ما يقدر يقاومنا، مو صح؟ صح، راح ما يقدر يسوي لنا شيء. بس هذا مو محسن الطقه طلقه، مو محسن. قصدك شلون نصوبه وناخذه؟ اصوب جابر برجله، مو هو اذا ما بي شيء راح شيء يسوي يطقنا ما يخلينا ناخذه. اصوبه برجله احاول ناخذه للشيخ. هو جابر موجود؟ موجود هو العصر موجود، بالليل ما ادري وين يوديه محسن، صح لو لا؟ فاحنا شو نسوي هسه؟ نصوب جابر برجه حتى شنو نقدر له، وناخذه للشيخ نشوف الجن هذا. الجن بس اريد اعرفه هذا الطبب جابر، اريد اعرفه يهودي هندي ما ينعرف. خطيه صار له بالعشر ايام، يمكن هندي ها؟ صار له بالعشر ايام هنا، حتى الناس انقهرت عليه. فاني شو نسوي؟ نصوبه برجه، نطلع الجن منه وناخذه للمستشفى يعالجونه، شو تقول؟ هذا هو خذ مستشفى ما يستقبله على الهواء. لا ما عليك، لا ما ناخذه المستشفى، ناخذه بالبيت. مضمد نجيب له للبيت. كان منا طقه طلقه، ما طقه برجه، بس هاي بكان بكان مو بالعظم. اقول لك علاوي روحت المستشفى خطا، لان الشرطه يحققون وياك. يا طاق يا يلا نجيب له مضمد للبيت. اليوم طقيت محسن برجله، مو اجينا بالليل عالجناه. اي وانا ما طقه برجه بالعظم حتى ينكسر العظم، باللحم باللحم شطح باللحم حتى شنو يضعف، لان هو عنده قوه. من يضعف نقدر له. صحيح، عرفتوا شلون؟ فاحنا هسه نروح، لا تتقربوا لهم، لان احنا ثلاثه جماعتنا ما جبناهم كلهم. تدرون ليش؟ لان هذا خطر، بيها سلاح وبيها دم وبيها ما ادري شنو، ما اقدر اجيبن غربه. هاي هي هذا هو. يلا هسه احنا نروح. هسه شلون يعني من الصوبه شلون يطلع الجن مني؟ يا اخي الصوبه ما يطلع الجن مني، هاي المنطقه ما بيها شرار. بس ما ليش انا اصوبه؟ حتى ما يطقنا، اصوبه حتى ما يهجم علينا. مو الطقه وين ما كان. لا لا افا علي، انا صوبته ناخذه وياني؟ ناخذه وياني، اذا ما قدرنا ناخذه وياني ايه نجيب باكر، لان هو من يتصوب ما يقدر يسوي شيء. على عنده فكره، طقه باصبع رجلي. ما يصير شيء. وين هذولاك؟ ايش فيك قاعد اشوف؟ ذولا شفناهم من بعيد. ذولا جابر ما هو. اخوي اشوفه، انت بس دير بالكم. قولوا يا الله. دير بالكم ها اخوي، ولا تستعجلون، لان هاي الشغله بيها دم. نطقه طلقه، اذا قدرنا ناخذه ونروح، واذا ما قدرنا نخليه وباكر نجي. عفا عليك علا، واحنا وياك روح. ليش انا ما جبته هواي؟ لان انت شويه بيكم هده. متحزن بيني؟ ايه بيكم هده. موجودين؟ وين راحوا؟ لا شفناهم من بعيد. ها؟ ما شفتهم. شفت محسن انا والله. هذا هنا محسن شفت. شفت محسن. ذول يوم ذول يوم. هذول يوم. هذول يوم ولا ابيض؟ هذا جابر يوم كله لابس ابيض. اي جابر. جابر ما يغلف اسود. مين لابس؟ شو هذا لابس؟ محسن ملبسه. لا لا. والله محسن ملبسه. جابر هذا؟ ايه محسن ملبسه. جابر. تعال عمي تعال تعال. هذا جابر. محسن بي جني وجابر بي جني، انت رايح لهم لمين؟ شوف خلينا نحاكيهم من بعيد. لا جو لا جاش. ايه محسن ملبسه، هو محسن شكل واحد طبب يجي جني لابسه. ذاك اليوم انا مو لبسني، ما ادري منين جابها. شو قوي هذا لابس دجاش؟ ها؟ شلون بنلبسه؟ هو طلعنا اذا لبسه دجاش يعني صار وياه. انا هم عندي شغله، خاف هذا جابر يكذب علي، انا سوى روحه بي جني ويكذب على محسن على مو شنو يدليه بالكنز. يمكن كل شيء. شلون نعرف جابر بيجني؟ شلون؟ كل شيء اتوقع منه هذا جابر من اول ما دلاني بالمكان اللي بيه الكنز. هو ملعب، انا اعرف انه هو طامع بالكنز. صاحبنا واعرف ايش كم مره طمع بالكنز وما قدر ياخذه. هالمره قول نسوى خطه وشقل لك بيه جني حتى محسن ما يحاكي. بس ما عليكم هسه نشوف له حل. قولوا يا الله يا ولد، قولوا يا الله. هسه شو نسوي؟ ما اطق لنا قبل، ما صوبه قبل. اشوفه اذا اجى ويانا يعني بالعين ولا غاتي يجي، اذا ما اجى اطقه طلقه انا وما بلقاه وناخذه ونروح. ايش رايك حاشي؟ اه ايه يلا حاشي تعالوا.
محسن ان الاخير قام قام لك هذا قام قام اعرفهم بس واحد يحاكيهم يقومون. محسن جابر خل نتخلص من محسن يجينا جابر النوبه. ما عليكم ما تقدروا لي عبالكم شنو عوفكم. لا تظل تطيق وتركض وراي مثل الزعاطيط. احكي ايش رايك لا تخلي لا تخلي جابر يجيني. ايش رايك لا تخلي جابر ايش رايك حاكيني ايش رايك انا راي جابر. جابر وراي جابر ما تطيق. شنو ما تطيق فيتك اخذ والله والله قوه قوه ناخذ اخذ شلون تاخذ قوه تطيني انا ولا هذا جابر يضحك عليك يضحك عليك والله يريدك تدلي بالكنيس. طلع الجن منه يلا اذا ما تجيبه دير بالك دير بالك. شوف 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 قرب قرب علي شوف 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 يا اخي القزاز شوفه شوفه يحاكي القزاز يحكي شوفه خليهم انا اعلمهم هسه خليهم. متى جاي حاكي يا اخي القزاز النوبه خرب انه شنو هاي علاوي. محسن رد لنا جابر. محسن تعال نريد نحاكيك ياكلون جزار. ما شي سوى لا تدير بالك ما يطقنا بس جاي ياكل هاي من الجوع. جاي ياكل قزاز من الجوع. اي جاي كل شي ياكلون. هو مو هذا طاب يجن ما يعرف شنو السالفه. خاف فلج هذا علو ها قزاز هذا بطل قزاز. مخبك انا مخبك انا اذا ما قدرنا نرده انا اعرف شلون اتصرف. هاي صيد جاي ياكلون. اه والله شنو هاي علاوي شو هاي كل يوم نصدم بشي جديد. جزاد باوع طقه ايش بيك جن جا هذا جن جا شنو هي تعال 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 تقرب تعال تعال شوف شلون ياكل. اوه قرب سمعون؟ ايه قاعد ياكل علاوي شنو؟ ايه شنة ترجي قروطة يابا ياكل صدق هذا شبيكم؟ أول مرة أشوفه هيك بشر. اسمع لا اسمع الصوت؟ سمعت اسمع شنو يقرط بيه؟ ايه شنو؟ اسمع اسمع الصوت علاوي اسمع لا حد يتقرب يا وليد جاي يبلعه. ماكو هيك علاوي. هاي شلون؟ يعني حلقه ما ينشق من الجزار؟ ما ينشق ما ينشق. دير بالك. اجيب لهم بطل ثاني. لا عوفه عوفه لا تجيبهم. اه لا تحرشون بيهم وتاذونهم ويقومونا خلينا نشوفهم شو يسوون. يدور بطل. عوفهم عوفهم خلي ياكلون براحتهم. علاوي وش ياكلون؟ وش ياكلون؟ علاوي دور كمن ومرق وغير قزاز. عوفه ما عليك عوفه عوفه باد باد. دير بالكم دير بالك تعارك او شنو. ترد لنا جابر لو تدري شو اسوي. جابر وين راح؟ المطلوب شنو؟ رد لنا جابر خطيه مخليه ياكل قزاز. انت اللي يبقى يمك يوم واحد يموت. انا يضل يمي كل شيء ياكل حتى نايلون خليه ياكل. هو انت جني عشان انت محسن جني بيك. محسن يخليه ياكل مو جابر. هو محسن يخليه ياكل. هو هذا الجن الجن بيمن يتغذى شكو شيء يشوفه ياكله حتى على الخيس يتغذى. ايه ارجع انا على اسوي لك بنشر هسه انا اعرف شلون بس خلي يجون لهنا يتقربون. هذول ما يعطينا جابر بسهوله. علاوي يمكن حتى عقاريق ياكلون. كل شيء ياكلون. شوف 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 ش
شوفوا تصرفات الجن شلون تصير. هاي كلها تصرفات الجن شفتوها، يعني جن راكب بشر شوفوا شلون يتصرف بي. يعني اذا انت مقتدى مثلا طبيك جن هيك يصير بيك. اي شكو واحد بي جن يعني انا اذا طبيه جن ما اعرف شو اسوي، ايش دراني اظل اكل انواع واشكال على مود اشبع، صح لو لا؟ صح. فهي هاي تصرفات الجن. ضيق جاب ما يدري راح اشتاكل منافق ما يدري ايش درى هو. شوف اخبال هاي هم زين لو جايين بالليل كانوا مخبلين علينا. لا خاف زين جيناهم بالنهار. من خايف؟ من خايف؟ لا تخاف تعال احنا يمك جايين بالليل مخبلين. بس هو ايش قاعد يعلو؟ عوفهم عوفهم يشلع في شعره ابو شو يسوي؟ قاعد يسولفون هسه امه. ما دز جاي يسولفون جاي يقاسمون بالقزاز. بس ليش طاج جابر؟ لان ما طاق قزاز ياكلها. هسه ما دز جاي يسولفون بس لو افهمهم. والله وحده لك ووحده لي. اي جاي يقاسمون. هو محسن تذكرون من كنا نجي كل ما نجي ياخذ واحد من عندنا. بس اذا جابر يمه ما ياخذ، اذا واحد يمه ما ياخذ، هو يريد بس واحد. تذكر من كانت يمه الساحره ما ياخذ واحد من عندنا، اذا واحد ياخذ. ما يطي ما يطي. ايه حتى البطل لايلون ما كلينه. يتعاركون باي يتعاركون عليك. شو تون دلالو؟ والله ما أدري. يكسرون بالبطالة. جاي يتقاسمون بيهن. بس ما عليه خليها وراي هسه. بس خلينا نشوف شاكلون. شوف اي عفن عفن لا تسمع. اي انشاف احنا نوضح عليه. يبقى هيجي بالاسبوعين يتغدون. تعالوا وش نسوي هسه؟ تدرون شو نسوي؟ نطقهم خليه يطلعون. يطلعون لهنا حتى شني؟ ما نقدر. راح يضمهم. باوه مو قلت لك مغزنين شو اسمه قزاز؟ ايه ضماهن. ايش قد هناك جوا؟ وكل يوم ياكلون من هنا شوي. بس قال جا بس قال جا بس قال جا. طبعا عندهم خزانه ثمينه هاي يسمون. ياكلونهن بالليل يلمون للعصر وبالليل ياكلونهن. راح يضم شوف. بس قال جا بس قال جا بس قال جا. اركض اركض وجا وجا وجا. تعالوا شوفوا بس اطقهم يجون. وينك؟ اجوا لهنا. يلا يا ولد علاوة مسدسك؟ علاوة حرمي بمكان صحيح مو تكتل مون. هو جنة خليه كتلة. شنو جني؟ يا جني ولا جني صاحبنا طابوي جني. شنو جني خليه كتلة؟ انت مطي؟ مو تكتل مون. لا لا بس نطقه هو. علاوة شون قلبك راح يطي؟ تعال معالي يصوبك راح يكتل مون. تعال احنا غير المصلح تعال مودة اثنين يروحون من داخل. شوف جاي يحمي محسن يعرف المسدس محسن. ايه لك محسن عنه وانت اخرك محسن؟ لا عفو عفو هسه ما عليك. وارك علاوي علاوي شلون ترمي وش قدامي؟ محسن قدامي شلون ترمي؟ محسن واخر لا طقك. ما اخليك. تواخر؟ ما اخليك. واخر؟ ما اقدر. واخر قلت لك؟ ما اقدر. وارك علاوي. واخر محسن. محسن حامي ما يرضى نطقه. واخر شنو ما يرضى بكيفه؟ واخر؟ طقيته واخر. عفو طقيته.
علاوي ارجع في علاوي عافيه بطل والله بطل حتى بعد شني نقدر له شنو عبها شنو طقيه ايه تعال هاي نهايتك محسن حتى انت راح اطقك تعال تعال صار لي شوفه او ما جاب جاب الجدي وصل على اصابعك او ما جاب جاب الجدي بس جاب جاب عصب محسن عصب صار عصب يعني محسن لا تحاكينا ترى اجي اطقك انت فهمت لولا جاي يقرا علي لا تتخرب يريد يقومك علاوي تقول علاوي محسن الجبر الجبر يا هلا ادني محسن صار عري لو شلون قاموا هذا جيب الشفقه عمرك جيب الشفقه جاي يخنقني خرب يومه توقف الشفقه يا تولي جاي يخنقني توقف يا ولد عوفه خرب انه بس هاي شلون قام هذا قام هسه صار عري هسه طقه بعد اذا في عوفه عوفه عاري وما قاعد راح يعارك خنقني لو مو انتم جاي خانقني بس صار عصبي كلش شلون غير صاحبي شبعني دب شو سيسوي باشيتو انا قومه ايه هو قرا علي قرا علي مقومه وين راح هو جابر راح غاد حد جاي حاجي حتى هو مصوب ما نقدر نطقه حتى صار قوي النوبه حتى هو مصوب ما نقدر ناخذه قرا عليه محسن محسن اذا تقرب لي اطقك انت لا تتقرب لي لا تتقرب لي لو 10 مثلك هذا هو بجيز فرصه شوف يا بابا وما اريد اطقيك يقوم ويطيح جابر اي غير طقيته ما اريد اطقك محسن شوف دمه شوف دمه مال ينزل او بس قال جاب بس قال بس قال بس قال جيب وجهه شوف صار بي ارجع او ارجع 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 لو 10 على محسن ما قدروا لي لا نقدر لي هسه بس خل اخذ جابر تبقى وحدك ما تاخذه تبقى وحدك وانا اعلمك بسيطه بس يروح جابر محسن يصير ضعيف بس اخذ محسن جابر شوف ايش راح اسوي خايباني كافة علي علاوه بس جاي اصور جابر 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 انا اعلمك محسن ما اريدهم ما اريدنا؟ يقول دول اذون وما اريدهم لا بكينك ولا بكيفي هذا الجن اللي بداخله يقول ما اريدهم مو جابر دير بالك والله شامر طابوق يريد ينتقم الدوب اللي يا بقى ظل ما ادري شو يحكي ظل ما ادري شو يحكي شو اسمه نفهمان شو ها لازم نشوف لحد على وصال المغرب على ايه لازم نروح ما حد يقدر لي انا اقدر لك ما حد يقدر لي
اللي يقدر له يجي ياخذ. ناخذه اللي يقدر له يجي ياخذ. والله ناخذه. ما حد ياخذ. ما تقدر.